سيدتي رجعنا لك مره تانيه ومعانا كالعاده دكتور منير ويليام كبير جراحي تجميل. والحقيقه النهارده هنتكلم في موضوع جدا، بس في الاول طبعا نرحب بيك يا دكتور منير. اهلا وسهلا، نورت كالعاده. واكيد طبعا بنستفيد من حضرتك كتير جدا. النهارده هنتكلم في موضوع دكتور منير مهم جدا، والحقيقه الكلام فيه كتر قوي، وقد ايه على قد ما هو مفيد على قد ما هو كمان خطير، الليزر. فحضرتك تقول لنا الاول يعني ايه ليزر ومكون من ايه، وبعدين نبتدي بقى نخش بيعمل ايه في حياتنا وبالذات للبشره والتجميل. هو كلمه ليزر عباره عن كلمه تتكون من خمس حروف، ال اي اس اي ار، اختصار للايت امبليفيكيشن باي ستيميوليتد ايميشن اوف راديشن. يعني ايه؟ يعني معناها تضخيم الضوء بواسطه تنبيه الاصدار الضوئي. يعني ايه؟ باخد مصدر ضوئي ايا يكون هذا المصدر، وبطلع منه شعاع. هذا الشعاع يتميز بثلاث حاجات. هذا الشعاع يتميز بان ليه لون واحد، احمر، اصفر، ازرق، وهكذا. الحاجه الثانيه بيمشي في خطوط متوازيه قويه جدا غير الاضاءه، الاضاءه اللي قدامي مصدر ضوئي وبيطلع في كل اتجاه. الليزر لا، شعاع بيمشي في خطوط متوازيه سريعه جدا. الحاجه الثالثه ان هذه الخطوط قد تكون متلاصقه، يعني يبان قدامك انها متلاصقه ولكن هي لا تلتصق ابدا، انما قريبه جدا من بعضها لهذا. يعني قصدك ان احنا بنركز الضوء ده على اساس سيدتي تفهم دلوقتي، احنا بنركز الضوء ده بقدر كده. يعني هي فكره العدسه والشمس مثلا، مثلا يعني ان احنا بنجمع اللي هي الشعاع اللي زي ما حضرتك بتقول متناثر ده، بنجمعه في خط واحد بحيث يبقى مركز جدا في لحظه معينه. مش كل شعاع اللي بنجيبه من عدسه الشمس بنطلعه، الشعاع اللي يطلع بحيث يكون متوازي جدا، كله ماشي كحزمه متوازيه، هو ده الشعاع اللي انا بقرب ليه. وبالتالي عشان اقربه لسيدتي برضو اقول ان انا ممكن اعمل جهاز ليزر بطريقه سهله جدا. الحاجه الاولانيه اجيب مصدر ضوئي، مصدر يطلع الضوء. المصدر ده قد يكون صلب زي الياقوت، يبقى ليزر الياقوت، روبي ليزر. قد يكون سائل اللي زي النبض الصبغي. اعمل ليزر اسمه الليزر النبض الصبغي ذو اللون الاصفر. قد يكون غاز زي ثاني اكسيد الكربون، اطلع ليزر ثاني اكسيد الكربون. قد يكون غاز زي الارجون، يبقى ليزر الارجون، وهكذا. طب يبقى في انواع كتير قوي، بس بتعمل نفس النتيجه ولا كل حاجه ليه؟ كل واحد ليه تخصص. يبقى الاول بجيب مصدر ضوئي، ثاني حاجه بحط المصدر الضوئي ده جوه علبه بسميها الرنان الضوئي. كويس. ثالث حاجه بحط له مرايه مصمطه، رابع حاجه بحط مرايه غير مصمطه يطلع منها شعاع ضوئي. يبقى لو كونت الاربعه دول مع بعض، اي جهاز ليزر موجود عباره عن الاربع حاجات دول مع بعض. طيب. برضه عشان اقرر لسيادتك الفكره، وبنقول ان الليزر ده متخصص. يعني مثلا في ليزر ما ياثرش غير في اللون الاسود، وفي ليزر ما ياثرش غير في اللون الاحمر. فعشان اقرب الفرصه، ان انا لو جبت الليزر اللي بياثر في اللون الاسود وجبت مثلا ثلاث بالونات، واحده صفراء واحده سوداء واحده حمراء، وحطيتهم جوه بعض ونفختهم ومررت شعاع الليزر اللي بياثر في اللون الاسود، البالونه السوداء بس هي اللي ترقع والباقي ما يحصلش فيه حاجه. يبقى هنا قمه التخصص لهذا الشعاع، ومن هنا جت استخداماته الكثيره جدا المتعدده. طبعا احنا عارفين في الجراحه وكده بيستعمل كتير، لكن في الجراحه ده بيبقى على ما اعتقد ليزر خطير قوي، يعني زي يكون زي المشرط مثلا. لكن في التجميل بقى ازاي نستعملها دكتور في التجميل، وانواع الحاجات اللي ممكن نستعمل فيها ليه؟ علشان نقرب الصوره كلها، نقول ان على حسب التخصص نقدر نستخدم. كويس. يعني مثلا في ليزر زي ليزر الياقوت، ده ليزر متخصص في اللون الاسود. تمام. ده يستخدم في علاج الشعر الزائد عند المرأة. الست اللي عندها شعر موجود في منطقة معينة، منطقة الشارب أو الذقن، لأسباب كثيرة جدا، قد تكون تغيرات هرمونية، قد تكون تغيرات في المبيض، قد تكون عوامل وراثية، قد تكون تغير في الغدد الصماء، وهكذا. لا، حاولت علاجها بطرق مختلفة وبعدين بتلجأ بقى للتجميل. بيجي هذا النوع المتخصص من الليزر يشتغل على اللون الأسود اللي هو الشعر الأسود. طبعا حصل فيه تجديد فيه، وبقى فيه انواع كثيره جدا متخصصه، انما البدايه كانت بليزر الياقوت، جه بعد كده ليزر ثاني اكسيد الكربون، بعد كده جه ليزر الوميض الضوئي، وهكذا. في حاجه ثانيه مثلا استخدامها اللي هي البقع الداكنه. البقع الداكنه ليها استخدامات معينه من انواع معينه من الليزر. كويس. اشهرها ليزر الارجون. ليزر الارجون ده نوع معين من انواع الليزر، بيجي البقع الغامقه والوحمات الداكنه. زي وحمه بيكر، وحمه كوتا، وحمه ايتو، في اخطاء كتير. ده غير الوحمات الدمويه اللي هي خارجه عن البشره. تمام. في نوع ثالث من انواع الليزر اللي هو الوحمات الدمويه اللي سيادتك بتتكلم عنه، زي ليها انواع كثيره جدا، قد تكون انواع النوع العنقودي اللي بيبقى طالع زي عنقود العنب، او قد يكون نوع ثاني زي النوع اللهبي. هذه الوحمات بتتاثر بنوع متخصص من الليزر اللي بنسميه النبض الصبغي باللون الاصفر. ده نوع معين من الليزر بيشتغل على الوحمات الدمويه ويقدر ياثر معاها. يبقى في تخصصات كثيره جدا بالنسبه للليزر. يمكن قبل تسجيل سيادتك كلمتيني عن البشره وانواع معينه من البشره.
كنا زمان بنشتغل على البشره عشان نشدها ونحاول نشيل التجاعيد بليزر ثاني اكسيد كربون، اللي دلوقتي بقى موضه قديمه خالص واصطدناها خالص، ابتدينا نستخدم من نوع ثاني من الليزر اللي هو الاربيوم ليزر او سي او 3 تجاوزا. هذا النوع من الليزر ممكن نستخدمه في شد الطبقه السطحيه من البشره اللي هي طبقه البشره. طيب دكتور منير ويليام كبير جراح التجميل، هنروح لفاصل ونرجع لحضرتك، موضوع قد ايه مهم وهنرجع بقى اكثر تفاصيلا، فتعالوا نشوف الفاصل ونرجع تاني. طب حضرتك ادتنا فكره عامه عن اللي بيحصل او استخدامات الليزر، لو مسكنا كل حاجه لوحدها نتكلم على مثلا انواع الوحمات المختلفه لانها ممكن تؤرق فعلا صاحبها. نتكلم الاول عن اللي فيها اللي لونها مختلف او غامقه شويه، وبعد كده نتكلم على الدمويه، ونتكلم كمان عن اسباب ظهور الشعر دي بالنسبه للسيدات في اماكن مختلفه وغريبه عن السيدات. هو في البدايه كلمه وحمه معناها ايه؟ معناها ان الجلد بيتركب بطريقه مختلفه بحيث ان مكوناته في هذه المنطقه مختلفه. كويس. يعني على سبيل المثال الوحمه ممكن تطلع من طبقه البشره. في وحمه مشهوره قوي بتطلع من طبقه البشره اسمها الوحمه البردقيه. في وحمه ثانيه بتطلع تحتها بسيط تدخل على طبقه الادمه. كويس. زي وحمه الكولاجين وزي وحمه الالاستين. دي كلها وحمات نادره وبسيطه يعني مجرد ان احنا بنذكرها. لكن في النوع الثالث اللي سيادتك بتقصديه اللي هي الوحمات الداكنه. اللي هي الوحمات الصبغيه. الوحمات الصبغيه دي مجموعات كثيره جدا، على سبيل المثال وحمه بنسميها وحمه بيكر. هذه الوحمه بتظهر عند سن 15 بيكر، اسم مكتشفها العالم اللي اكتشف هذه الوحمه او سماها باسمه. دي وحمه بتكون بتظهر عند سن 15 ل 20 سنه ونقول عليها وحمه وراثيه. فالانسان يجي يسمع الكلام ده يقول لك مش ممكن وراثيه وعند سن 15 سنه 20 سنه، دي نوع من الوحمات الوراثيه. بتظهر عند سن متاخر في اواخر العشرينات، في اوائل العشرينات او اواخر ليها مناطق معينه دكتور، بتظهر في منطقه تماما، بتظهر في منطقه الكتف السيادتك، بتبقى وحمه كبيره داكنه اللون وفيها شعر كثيف جدا، تبتدي من امام الكتف وتمتد الى الخلف. هذه الوحمه نوع من انواع الوحمات اللي ممكن نشتغل بيه بالليزر. في وحمه ثانيه اللي هي الوحمه المنغوليه، اللي عباره عن بقعه داكنه في اسفل العمود الفقري في طفل حديث الولاده. دي مجرد دي بتبقى بن دايما بتيجي الاسره بتبقى قلقانه شويه، بنطمنها انه في خلال سنه هذه الوحمه تختفي ومش محتاجه علاج. طب كويس قوي. في نوع ثالث من الوحمات وحمه اسمها وحمه ايتا. وحمه ايتا ده عباره عن وحمه داكنه زرقاء بتمسك نص الوش، ممكن تدخل على العين، ممكن تدخل على الرموش والحواجب وهكذا، ودي لا تختفي مع الوقت. في وحمه رابعه بنسميها وحمه ايتو، هذه الوحمه عباره عن نفس البقعه الداكنه الزرقاء بس موجوده في السطر. وهكذا. في نوع خامس من الوحمات الحقيقه اللي بتتغير في اللون اللي هي بنسميها الوحمات فاتحه اللون. ايوه والله كنت لسه هسال انه ما فيش صبغه في المنطقه دي، يعني العكس بالظبط بالظبط. وبنبص بنقول ان دي وحمه والام بتبقى قلقانه جدا خايفه مرض زي مرض البهاء مثلا. أيوة. او حاجات زي كده، ولكن بيبقى الحقيقه الفرق واضح ان دي بتظهر عند مرحله الولاده، ان دي بتمسك منطقه واحده بينما البهاء بينتشر في كذا مكان من الجسم، ان دي بتبقى ثابته بينما البهاء بيبتدي ينتشر، لكن في حالات بتبقى صعبه جدا لدرجه ان احنا بناخد نسيج من الجلد ونحلله ونعرف نوع هذه الوحمه. كل هذه الوحمات الداكنه اللون نقدر نتعامل معاها بنوع معين من انواع الليزر اللي هو الارجون ليزر. وحديثا نقدر نستخدم نوع من انواع التجديد في انواع الليزر ما يسمى بالاي بي ال او الوميض الضوئي. دي تقدر تشتغل على هذه الوحمات الداكنه. السيشنز قد ايه او بتاخد وقت قد ايه، ولا على حسب الحاله نفسها؟ بالظبط على حسب الحاله، على حسب امتدادها، على حسب المساحه الموجوده فيها. يعني ادينا كده المتوسط يا دكتور، يعني لا في العاده في العاده بتكون ثلاث جلسات وممكن الحالات تختفي تماما، لكن لو كانت مساحات كبيره فعلى حسب المريض اللي قدامي ده سمين ولا رفيع، الوحمه واخده مساحه كبيره ولا مساحه صغيره، ظهرت في سن معين، الوحمه دي فيها شعر ولا ما فيهاش شعر. على فكره الوحمات اللي فيها الشعر بيفرق كتير وبيبقى التحسس فيها اسرع من الوحمات اللي بيبقى ما فيهاش شعر. ده نوع معين من الوحمات سيادتك سالتيني في البدايه عنه. طب معلش برضه يا دكتور، حضرتك في النص كده ذكرت البهاء، هل البهاء ما يتعالجش بالليزر ولا بيبقى فيه انواع مختلفه بقى عن حكايه الوحمات الليزر اللي ممكن يستعمل فيها؟ هو الحقيقه ده سؤال مهم جدا. البهاء والليزر، هو في ابحاث نازله، ابحاث وكلامي واضح يعني، دي حاجه لسه الاف دي اي ما اداش الابروفال بتاعها. انما في ابحاث بتقول ان في نوع معين من الليزر اللي بنسميه نارو باند، هذا النوع المعين من الليزر بيقدر يشتغل بطريقه معينه في البهاء وفي الصدفيه.
انما لو جينا على الثوره الكبيره في الطب فالحقيقه في عمليات تجميل كبيره معروفه عن طريق عمليتين بيتعملوا في وقت واحد. عمليه بنسميها سيلولار امبلانتيشن، يعني بنزرع خلايا من جسم الانسان داخل المنطقه اللي فيها بهاء، ترجع الصبغه دي تاني. والحاجه الثانيه بنصبغ الجلد بطريقه تشبه الوشم بس بتبقى تحت تعقيم معين. العمليتين دول بيتعملوا مع بعض في مساحات معينه من مرض البهاء ممكن يشفى تماما. طب كويس جدا، طب حضرتك يعني فدي حاجه من الحالات اللي هي بتبقى فيها ثوره. طيب تمام، نرجع لانواع الوحمات وهنتكلم بقى عن انواع اخرى. احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا عن اللي هي الغمقه. الغمقه، نمسك الوحمات الدمويه اللي سيادتك اتكلمت عنها. الوحمات الدمويه دي نوعين. النوع الاولاني وحمات اسمها الوحمات اللهوبيه. ودي فيها حاجتين، في نوع من الوحمات بيبقى لون احمر في الجلد، تدوس عليه يختفي تسيبيه يرجع. وده موجود في الاطفال حديث الولاده وبيختفي، بيكون بمجرد ولاده الطفل بياخد له حوالي 16 لسنه وبيختفي. كويس. وده نوع عشان زي حميد. زياده الهيموجلوبين او حاجه زي كده ولا ملوش علاقه خالص؟ هو ليه تغيرات عوامل كثيره جدا قد يكون منها. ده عايزه حلقه ثانيه. بالظبط. الحاجه الثانيه في نفس الوحمات اللهوبيه في نوع ثاني من الوحمات بيكون بقع حمراء مهما دوس عليها ما تختفيش وتفضل ثابته وما تختفيش بعد مرور سنه، ده النوع الثاني من الوحمات اللهوبيه وده بيحتاج نوع معين من الليزر اشتغل بيه. كويس. المجموعه الثانيه غير الوحمات الهوبيه اللي هي الوحمات العنقوديه، ست تقول انها توحمت، جات لها ابنها اتولد جاب عنقود وحمه طويله تشبه عنقود العنب، تشبه الكلام اللي انت عارفاه، ورقه شجر، كلام زي كده، ونبتدي ندخل في الامثال الشعبيه والكلام ده كله. هذه الوحمه الدمويه ايضا هي الوحمه العنقوديه. كلاهما نقدر نعالجه بنوع متخصص من الليزر اللي بنسميه النبض الصبغي ذي اللون الاصفر. اللي هو الداي ليزر. الداي ليزر ده من انواع متخصصه بتقدر تشتغل على هذه الوحمات الدمويه وتصغر من حجمها. كويس قوي. اذا كانت الوحمه دي كبيره وموجوده مثلا في الوش، جراح التجميل عشان يشتغل ممكن يبدا بعده جلسات من الليزر علشان يصغر حجم هذه الوحمه، وبعدين يبتدي يشتغل استئصال جراحي ليها بطريقه معينه علشان العيان نقلل نسبه النزف، ندي نتيجه احسن، ندي تحسن افضل وهكذا. ده معناها بتتطلب يا دكتور سن معين بقى، يعني مش اي ام ابنها يجي وتلاقي في حاجه زي كده تجري على الدكتور تقول له اعمل لي اعمل تجميل، ولا مفيش مشكله؟ لا لا، الا الوحمات الدمويه. الوحمات الدمويه دي بتبقى خطيره جدا لدرجه انها ممكن تهدد حياه الطفل، لان ممكن تنزل في اي وقت والتحكم فيها يبقى صعب. يبقى دي لازم تكون فمجرد على طول ان احنا نشوفها بيبقى في تدخل، بيبقى في توازن، هل بتبقى في انواع معينه من الحقن ولا هل بيتعمل معاها تعرض لجلسات من الليزر اللي هي الداي ليزر وبعدين، ولا هل بتعمل جراحه تجميل؟ بيبقوا الثلاثه مع بعض، يبقى الدكتور ماسك الحاله ويقدر يشخص خط العلاج بتاعه، عمره ما بيخرج عن الثلاث حاجات دول، ان هو بيعمل حقن معين لانواع معينه من الكورتيزونات عشان يصغر الحجم، او انه بيدي الداي ليزر اللي هو الوميض الصبغي، او انه بيدخل جراحه، او الثلاثه مع بعض. كويس. بس لازم يكون راسب خطه بحيث انه يقدر يخلص هذه الحالات. والحقيقه يمكن هنا دي بتلفت نظري، مرت عليا حالات كثيره جدا، مرت عليا حاله كان عنده مجرد وحمه دمويه صغيره هنا، واتعرض على دكاتره هو عنده 5 سنين وحاجات زي كده، قالوا له سيبها، جاء عنده 15 سنه بوحمه دمويه واخده نص وش، ودي تبقى مشكله، يعني هنا الاب المفروض يتابع. مرت عليا حاله ثانيه طفله صغيره عندها حوالي 6 شهور، بدات بوحمه نقطه صغيره في الشفه، سابوها لغايه ما 3 شهور بس الوحمه كانت واخده الانف بالشفه العليا وابتدت تبقى كبيره، خطورة بقى بتاثر على النفس، بتاثر على الرضاعه. دكتور بتاخدوا جزء مثلا تحلوه بتعرفوا النوع ده ايه، ولا بيتم معرفه النوع ده على اساس ايه؟ لا، النوع باين قدامك واحمد دمويه ومحتاجه انك تتدخلي فورا بحيث انك تاثري فيه. طيب دكتور منيح هستاذنك، معانا ياسر من قطر. استاذ ياسر اتفضل. استاذ ياسر اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور منير مع حضرتك اتفضل. والله انا عاوز اسال الدكتور على موضوع البهاء، يعني يتوفر فين في مصر العلاج، او بيجيب نتيجه ولا لا؟ انا قريت عليه على النت كتير بيقولوا ما فيش نتيجه بالليزر يعني. لا، انا قلت ان الليزر ده طريق لسه تحت الترايلز احنا قلنا، وانه لسه ما خدش موافقه الاف دي اي، لكن قلت ان التدخل الجراحي هو التدخل الاساسي في جراحات التجميل بعمليتين، العمليه الاولى صبغ الجلد، وفي نفس الوقت بنعمل عمليه زرع خلايا، لكن ده يتوقف على المساحه قد ايه، المريض ده حجم الجسم عنده قد ايه، يعني المريض لما يكون سمين مساحه جلده المصاب بالبهاء كبيره بتكون نسبه التحسن اقل من المريض رفيع شويه ونسبه المصاب بالبهاء اقل، لان ده محتاج لعده جلسات بينما ده محتاج جلسه واحده وهكذا. طيب هل نستاذنه ويكلمنا بعد الحلقه مثلا يعرف يوصل لحضرتك؟ كل الاماكن موجوده. يا استاذ ياسر تكلمنا بعد الحلقه. معانا مدام ايمان او استاذه ايمان اتفضلي. ناريمان اتفضلي يا ناريمان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ايمان. الو، اتفضلي يا ناريمان، سامعينك معاكي دكتور منير اتفضلي. لو سمحت انا كنت
انا كنت بس عايزه اسال عن بيطلع لي في ايدي حساسيه وبعد ما بتخفي بتبقى في سوادات. لما الحساسيه دي بتروح بيبقى في مكان غامق مكانها. هي فتحت البلون بس هي واضح طبعا هي حساسيه بيبقى فيها غامق يعني. طيب عايزه سؤال تاني يا نريان؟ لا شكرا. طيب حبيبي. هو عادة في الجلد احنا بنقسمه لست انواع او ست درجات، يبدا من الجلد ذو البشره البيضاء وينتهي بالجلد ذو البشره الزنجيه السوداء. فهي عادة في درجه 3 و4 ودي معظم دول البحر المتوسط اللي هو بيبقى الجلد قمحي. بيكون الجلد ليه طبيعه خاصه، ان الانسان لما يتعود انه يعمل حكه جامده في هذا الجلد بتسيب بقع داكنه لان الخلايا الصبغيه بتتنشط بطريقه كبيره جدا في هذه المنطقه. وعادة احنا بتبقى في بعض الحالات بتستجيب بكريمات موضعية او بعض التركيبات الخاصة، وفي بعض الحالات بتحتاج لانواع معينة من الليزر زي ما احنا كنا لسه بنتكلم وبنقول ان ممكن الارجون ليزر يديني نتيجة في مثل هذه الحالات او الوميض الضوئي. يعني هي على حسب الحالة، يعني لازم تروح برضو المتخصص يعني ريمان يشوف نوع الحساسية دي ايه بحيث يتم علاجها مظبوط. بس هي في البداية هي السبب، هي اللي بتلعب في الجلد وهي اللي عملت هي ما قالتش كده لكن واضح هي دي نتيجة اكيد. بالظبط. طيب نرجع تاني يا دكتور واتكلمنا على نوعية الوحمات اذا كانت اللون الداكن او اذا كانت الوحمات الدموية. الشعر يا دكتور وجوده عند السيدة عايزين نعرف بس اسبابه ايه لما يبقى في مناطق غريبة او مش طبيعية. هو الحقيقه يعني احنا لاحظنا في الفتره الاخيره جدا ان ظهور الشعر الزائد عند المراه بقى بنسبه عاليه جدا، موجود سواء كان في اماكن تميل الى انواع الذكوره زي منطقه الشارب زي منطقه الذقن وحاجات زي كده هو، وليها اسباب كثيره جدا، قد تكون تغيرات هرمونيه، قد تكون تناول حبوب من الحمل، قد تكون تناول فيتامين ا بنسبه كبيره، قد تكون تغيرات هرمونيه ايا تكون. انما الحديث جدا ان الليزر بيقدر يلعب بطريقه بكذا نوع من انواع الليزر، قد يكون الكسندر الليزر المميز الضوئي ايا يكون، نقدر نستفيد ونقدر نعالج مثل هذه الحاله. دكتور منير دايما بتشرفنا وهي نصيحه الواحد دايما بيقولها لان الحاجات دي كمان ليها اعراض جانبيه كتير جدا ولو ما رحناش المتخصص بيفهم هتعمل مشاكل كتير قوي واحد سامع عن الكلام ده، فانا دايما بنصح سيدتي ان تلجئي دايما لدكتور يعني نعرف منين دكتور السليم حاضر يجيب. بس هو الحاجه الاخيره انا عايز اقولها النصيحه الاخيره جدا جدا ان أيوة. الليزر مش سلاح سحري ولكن الليزر ليه مضار كثيره جدا طبعاً. لازم نستشير اقرب ناس لينا. ونكمل يا دكتور منير ان شاء الله كلامنا في الحلقات الثانيه، هسيبكم مع تقرير ماسكات طبيعيه للوجه ونرجع تاني نكمل كلامنا. الماسك